نهار اسود، القناص رايح فين؟ ده لو ابوه عارف هينفخه. مش عارف ايه التاخير ده كله. ايه يا محمود، انت مستني هنا من زمان يا اسطى؟ ايوه يا ابني، ايه ده كله؟ ايه ده، القناص بيتسحب من ورا بابا، وده يخرج النهارده؟ ده نهار اسود لو بابا عرف. تعال نروح نسطع بقى الميكروفون والصب اللي اتفقنا عليهم. ايوه طبعا يا اسطى، ده انا جاي لك مخصوص عشان كده، وطالع من ورا ابويا عشان كده. يلا بينا. يلا. قناص راح فين انت وصاحبك ده؟ كريم، انت جيت ورانا يا كريم وشفتنا؟ ايوه يا قناص، انا شفت كل حاجه. انت رايح فين وتعمل ايه من ورا بابا؟ رايح فين وطالع من ورا بابا؟ بص يا كريم، انا رايح مشوار مع صاحبي. روح روح انت، وهروح المشوار مع صاحبي وهرجع تاني بعد شويه. لا طبعا يا قناص، انا سمعتك انت وصاحبك بتقول هتروحوا تصنعوا صب ومايك، يا تاخدوني معاكم يا اما روح اقول لبابا. قول لبابا يا كريم. قناص احنا ما ينفعش ناخده معانا، احنا ما اتفقناش على كده. لحظه بس يا محمود. كريم علشان خاطري، بص اول ما اروح هخليك تلعب على البلاي ستيشن بتاعي. بلاي ستيشن بتاعك؟ لا لا طبعا يا قناص، تاخدني معاك يا اما اروح اقول لبابا. لا لا استنى يا كريم، ما تروحش لحظه واحده. طيب محمود عشان خاطر ناخده معانا. لا يا قناص معلش، بس عشان مش اقول لبابا يا محمود، عشان نصنع الصب والميه. طب ماشي، يلا يا كريم، يلا تعالى معاكم. هي يلا يلا. هي بس بقى هنا يا محمود هنصور هنا. يا خساره يا محمود، فين؟ نسينا نجيب هيكل الصب وهيكل المايك يا ابني. هي راحت عليا يا ابني. لحظه واحده. الله يا قناص، هو ده هيكل الصب وهيكل المايك؟ بعد ما محمود جابهم هتصنعوه ازاي؟ هنعمل ايه يا كريم بعد كده؟ بس لقيتها. بس بقى يا محمود بص بقى، انا حصنع، خليك انت عندك يا كريم، اتفرج علينا وتعلم مننا. بص بقى يا محمود، انت اصنع الصب وانا حصنع المايك. اول حاجه اقعد كده يا محمود. بص بقى، خد يا محمود حته بلسترايه جامد كده، واقعد لف لف عليها جامد عشان تعمل الصب. ما يا قناص ده بقى حلو جدا. طب بص يا قناص، الصب ده هيكون صوته عالي جدا ولا بطيء؟ طبعا يا كريم، ده هيبقى اعلى صب في العالم ده كله. صنع يا محمود، صنع وظبط. بص يا كريم، انا بقعد اعمل كده بالبلاستر علشان ده المايك بقى، وبعمل له بقى بلوتوز وكل حاجه علشان يثبت في اي حته، ونغني بقى يا كريم ويبقى مايك عالي جدا. الله يا قناص، ايه ده، هو انت بعد ما تصنع المايك والصاب ممكن اطلع مغني مشهور؟ ايوه طبعا يا كريم، هتبقى اشهر مغني في العالم، وتغني براحتك يا ابني، وتبقى مؤدي وكل حاجه كمان. ايه ده، المايك صنعته، وانت كمان صنعت الصب يا محمود. صنعناهم يا كريم، صنعناهم. الله يا قناص، ده بقى صب حقيقي ومايك حقيقي. تعالى بقى يا محمود هنا، عشان انت مش ليك في الاغاني، نشغل انا والقناص ونهيس. ماشي ماشي يا كريم، روح يا محمود بقى، انت روح روح، مش عايزينك. انت صنعت معانا، خلاص تعالى يا كريم. حاضر حاضر يا قناص، انا جاي اهو. والله يا روح، انا شايف صوتي معاك. تعالى يا كريم بسرعه، يلا بقى هشغل كده الصب، اشوف اشتغل يا رب، يشتغل يا رب. استنى بقى اشغل بليتوز. يلا بقى شغل بليتوز. انا هشغل بليتوز يا قناص. اشتغل، انا هعدي يا قناص. ماشي. طب بص، أيوة. ابدا انت عشان انا اغني بعدك. يلا يلا. عذرا قد حضر العو، عذرا قد حضر العو، عصيب بتغلي وبتغل لكن ممنوع تحلو. عذرا قد حضر العو، عذرا قد لكن الجو، عذرا تهري وبتغل لكن ممنوع تحلو. عذرا قد مش بتهل. يا الله يا كريم، جميل يا كريم اوي، يا كريم خلاص.